مرات القيام هذا هذا اللقاء كانت بعد فشل الاجتماع الذي عقد بتدبير من الثلاثية، وكان قد حضر فيه كل من كان يشارك النظام المخلوع من أمثال الموجودون في قاعة الصداقة ذلك اليوم، هو ما جعل المكون العسكري نفسه في حرج، أن هؤلاء ليس الذين يمثلون إلى حد ما الشعب السوداني، لذلك وليس هم الممسكون بالشارع أو ممسكون بتلابيب القضية، نعم. لذلك كانوا مجبرين في الأساس كمكون عسكري للجلوس مع الذين اختلفوا معهم أول الأمر. ولكن قوى الحرية والتغيير نفسها، ليست قوى الحرية والتغيير المصنوعة، ولكن قوى الحرية والتغيير الأصلية التي بخلاف مكون الجبهة الثورية، كانت لديها اشتراطات طرحتها من أول يوم من بعد الانقلاب، هو لا بد من إنهاء هذا الانقلاب وإنهاء إجراءاته الارتدادية بالكامل. وهذا ما صرح به موفد قوى الحرية والتغيير في الوفد في لقاء المكون العسكري مع نائبة مساعدة وزير الخارجية والسفير السعودي، بإنهاء كامل الإجراءات الارتدادية. وهي عرفها الإجراءات الارتدادية هي الإجراءات التي اتخذها الانقلاب في كل شيء، في من قرارات ومن إعادة المفصولين بفعل لجنة إزالة التمكين إلى الخدمة، وإطلاق المعتقلين السياسيين نعم، المتهمين. وإنهاء هالة أيوة، الطوارئ هي كل تهيئة المناخ. وتهيئة المناخ. نعم. الظاهر أن بعد فشل ملتقى الثلاثية الآلية الثلاثية، أصبح أن لا بد من هل تم اقتراح الحكم، مسار هل تم آخر الحكم للحل. فعليا؟